أخبار اليوم. كان كنت في برنامج بالصدفة كده، وكان في واحد بيهاجم حد من الأزهر، مناهج الأزهر، فلقيت إن في المناهج بتاعت الأزهر السنوي أشياء مخيفة، يعني كأنها بالظبط أنا بفرق إرهابيين. على سبيل المثال مثلا، وإحنا هو واجه الراجل بكده، وهو ما أنكرش إنه مثلا الراجل ما لما ست تموت ما يجيبلهاش الكفن، أما الست تموت هو مش لما تعيا ما يجيبلهاش الدواء، يبعتها لأبوها. لما والله يعني حاجات دخيلة مخيفة، يعني لازم المناهج دي كلها تنقض، وإلا كأننا ما بنعملش حاجة خالص. بس في حاجة ده خاص، ده ممكن يبقى مؤتمر احنا هنعمله فعلا متعلق بالخطاب الديني. فأحد الأركان اللي فيه معاهد الأزهرية وجامعة الأزهر اللي بتخرج الدعاة، أنا مش عارف خطاب ديني، واحد خلاص دماغه صنفرت، مش صنفرت، زنجرت بالطريقة بتاعته. فلو بتكلم على الخطاب الديني نشوف هل مصطلح تجديد ده مصطلح صحيح ولا لا، نشوف الجهات اللي متعلقة بالدعوة والتعليم الديني والكلام ده، معاهد الأزهرية وجامعات الأزهر والكلام ده، الرئيس طلب منه.